احتفلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة اليوم بتخريج 312 من منتسبي البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد للعام الجاري، وذلك في أفرع الدائرة بمدينة كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وبحضور سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية. ويأتي البرنامج تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باعتماد تعيين 724 من الباحثين عن عمل بناء على متطلبات التطور أو التطوير الاجتماعي. واستهدفت الخطة التكاملية للبرنامج تنفيذ دوراته وبرامجه في إمارة الشارقة ومناطقها الوسطى والشرقية لضمان شمولية جميع المعينين الجدد في كافة المؤسسات والجهات التابعة للإمارة، تحقيقا لهدف الوصول إلى جميع الموظفين الجدد في مواقعهم بمختلف مدن الإمارة.